وقف سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مع عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وقفا خلف أكمة ليلة أحد، فقالا لبعضهما: تعال نبايع الله، تعال نبايع الله. فقال سعد: بلى يا رب، أسألك أن تهبني قوة وشجاعة وثبات، وتريني نصر دينك ورفع كلمتك واندحار عدوك. قال: دورك يا عبد الله. فقال عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه: يا رب، أما أنا فأسألك أن يلقاني غدا في المعركة عدو كافر شديد حرده قوي بأسه، يصاولني وأصاوله وينازلني وأنازله ويقاتلني وأقاتله حتى يتمكن مني فيبقر بطني ويقطع أذني جدع أنفي ويفقى عيني، فأقف بين يديك يوم القيامة فتقول: يا عبدي، من فعل بك هذا؟ فأقول: يا رب، أعداؤك فيك من أجل دينك. فتقول لي: صدقت، قم وادخل الجنة. وبدأت المعركة وانجلى غبارها، ووقف سعد في من وقفوا على جثة عبد الله بن جحش وقد بقرت بطنه وقطعت أذنه وجدع أنفه وفقئت عينه، فبكى سعد وبدأ ينشج قال: سبقتني وربحتها، أنت أدركت وزكنت وأنا لم أفهم. قالوا: ما يبكيك يا سعد؟ ما الذي يبكيك؟ إن أخاك نال الشهادة. قال: لا والله، إنما أبكي على نفسي، ونظرت فيما سألت وفيما سأل. يا قوم، وقف عبد الله وقال ما قال، ولقد أعطاه الله الأولى، وأسأل الله أن يعطيه يوم القيامة الثانية، فيقول الله له: قم فادخل الجنة، قم فادخل الجنة. أين نحن يا طلاب الحياة، يا طلاب زخارفها، يا عشاق جيفها؟ أين نحن، أين نحن يا عبيد الشهوة، يا أسرى النزوة؟ أين نحن يا أيها المكبلون بحبال الدنيا وأواصرها، يا خطابها وواقفين على بابها؟ أين نحن من كل هذا؟ أين نحن، أين نحن يا إماء المناصب؟ أين نحن يا عبيد المكاسب؟ أين نحن من كل هذا؟ أين نحن، أين نحن يا طينا التصق بطين فلم ينفر وتثاقل إلى الأرض؟ أين نحن من كل هذا؟ أين نحن؟ أين أيها المنبطحون؟ أين أيها المترددون؟ أين أيها الجبناء الرعاديد؟ يا من ما زال للمخلوق في قلوبكم ألف شأن وشأن، يا من ما زلتم تحسبون للعبد الضعيف ألف حساب لا تحسبون ربعه لله الواحد الديان، أين نحن من كل هذا؟ نتفجع، نتألم، ونبكي. وإذا ما طلبنا لساحة العمل فالكل يتوارى والكل يختفي، بل الكل يجابه، بل الكل يعادي، ولا أرى حرا في ساحات أمتي. وإذا ما تحرك الأحرار ما أسرع ما تطف رؤوسهم، وما أسرع ما يرموا بكل سهام الغدر وبكل رماح الكيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم.